Different forms of art express feelings and tell stories in the exhibition. The exhibition is designed to invite and encourage you to explore. Each area has something special to discover. Each image captures a moment. Drawings use lines and colors to show feelings, while sculptures reflect the artist's emotions. بصي اختيار الفنانين بيبقى مش فنان باسمه او بحد عينه، لا احنا بنختار مجموعه من الاعمال الفنيه اللي بنلاقي انها ممكن هتلاقي رواج. كمان في بعض الاعمال الفنيه اللي بالذات للشباب تلاقيها مميزه جدا، بتعبر عن مشاعرهم حتى لو كانت اعمال بسيطه متواضعه. هي النقطه او دور مؤسسه لمسات ان احنا بنكتشف الفنانين. الفنان اللي خريج كليه فنيه ولكن ما كملش في المجال، او ممكن يكون مش خريج كلية فنية ولكن عنده موهبة عالية، احنا الاتنين بنحاول ان احنا نسابورت الاتجاهين ان هو يستمر ويدي، ما يتوقفش، ما يبطلش رسمي، ما يبطلش نحت، ما يبطلش ان هو يقدم قطع خزفية او اي مدرسة تشكيلية. بصي علشان كل فنان يعبر عن احساسه من خلال مدرسه تشكيليه مختلفه، هقولك احنا مثلا على سبيل المثال معرض بدايه، احنا بنختار توبيك معين نناقش الفنانين من خلاله. في المعرض ده بتاع النهارده بنعرض بدايه الفنان، بدايه الاتجاه اللي بينهجه، ممكن يكون في النحت، في الخزف، في التشكيلي، في البينتينج، ولكن برضو البينتينج ليه مدارس واشكال والوان. بصي هو مؤسسه لمسات بتتميز على انها بتقدم برنامج السي اس ار اللي هو المسؤوليه الاجتماعيه، ان احنا بنكتشف فنانين، بنكتشف مواهب، بنسبورت الشباب، بنفتح افاق جديده للفنان في السوق التشكيلي. يعني هتلاقي في فنانين كتير جدا يقول لك انا بدات من لمسات، انا لمسات عمل لي دعم ما في فتره من فترات. اعتقد ان ده اللي ممكن يكون بيميز مؤسسه لمسات. You can see how each person communicates in their own way through their art, and this shows that art is different and that each person expresses their feeling in their art. حبيت المعرض النهاردة علشان بيبين قوي حاجات مختلفة قوي، وكل لوحة فيها نوع مختلف. حبيته جدا، حاسة في فرايتي كتير، في أنواع كتير من الفن مش نوع واحد. حبيته جدا عشان اللوحات كتير وأنا بحب أشوف الأرض عموما. يعني حبيت المعرض قوي الصراحة، دي مش أول مرة أقدم في معرض أكيد، وكانت فرصة سعيدة أن أنا جيت، والمعرض جميل جدا وشغلهم عالي جدا. We celebrate the many ways art can move us at the Lamassat Exhibition. The Lamassat Exhibition shows us how art can express our feelings and emotions, because each piece invites us to connect with our feelings. Thank you for celebrating the power of art with us. Was with you Amal Gamal from MSA TV.